أنجي، أنت مخرجة، يعني قليل نشوف مخرجات بالوطن العربي، خبرينا كيف بتلاقي هيدي المهنة؟ هلا اكيد في مخرجات كثير بحترمهم وشغلهم كثير حلو بالوطن العربي، وانا يعني ما بفضل مخرجه ومخرج. على كل حال انت بينك وبين حالك من بعد هلا ما تقعدي تفكري، بتحس انه انت حظك حلو لقدرتي توصل انت فيه اليوم؟ انا مش يعني انا تعبت كثير توصل للي وصلت له اليوم. اليوم مش بس الحظ لعب دوره، الفرصه بسميها، الفرصه اللي اعطاني اياها رامي عياش، اللي اليوم اذا بدكم من هالسهره بحب اشكره دائما انه اعطاني فرصه، لانه في ناس كثير عندها بوتنشل وشاطره بس تنطر الفرصه انه حدا يعطيهم اياها. اعطاني اياها رامي، واليوم حياتي كثير تغيرت عن من اول لحظه صورنا مجنون لليوم، كثير قصص تعقد صارت بحياتي. انت بس بلشتي كاخراج كان عندك رقم معين بالاجر، هلا بيقولوا انجي ارقامها صارت خياليه، مزبوط؟ هو ما منه اجر، هو برودكشن كوست، ابدا منا خياليه. لو خياليه مني لهلا عم بشتغل مع فنانين موجودين بالساحه اليوم، بس اكيد البادجت هي بتعتمد على الفكره، والفكره بتعتمد على الاغنيه، والاغنيه حسب قد ايه بتعطيني يعني مساحه للصور، ولهيك بيرتبط البادجت بكل هالامور. سو ما فينا نقول ايه لا اجر عالي. انت بتخلي شي الفنان يتدخل باي شيء خاصه بالاخراج او يطلع على الامور قبل التصوير؟ انا اللي بيشتغلوا معي بيعرفوا انه اتس تيم ورك، وانا بقعد معهم اول جلسه لاعرف كيف بيتخيلوا اغنيتهم. اوقات بطلعهم منا بعطيهم شيء كومبليتلي نيو، بس دائما دائما مصدر الوحي الاساسي هو شخصيتهم، مشان هيك بيصير هيدا الحديث. مش بيعطوني فكره للاخراج بس، بيعطوني فكره عن حالهم، عن افكارهم، عن احاسيسهم، عن حتى احاسيسهم وقت غنوا الاغنيه اللي هن عم بيعرضوها علي. كل هالعناصر بجمعها وقتها بطلع بالفكره النهائيه. اذا طلبت منك وزاره السياحه من بلد معين انه انت تدعمي هيدا البلد، ضلك على حوالي سنه، معقوله تقبلي واي فنان بيجي لعندك بده يعمل فيديو كليب تاخديه على هيدا البلد؟ That would be amazing. هيدا يعني هيدي فكره كثير كثير حلوه، واكيد بعملها بدون اي تردد. انا هلا اذا الله راد عم صور كليب بلبنان لاليسا، وان شاء الله بيكون في زوايا خاصه للبنان تبين بهيدا الكليب. خبرينا شيء هيك عن هيدا الفيديو كليب. عم يتصور قريبا، خلص يعني نحن هلا بإطار تحضير سهرنا يا ليل. وفي شيء معين حطيتيه بهيدا الفيديو كليب مش مستعملتيه قبل او شيء نفحه معينه؟ دائما دائما لازم نتجدد، انا لازم اتجدد، اليسا لازم تتجدد، وهيدا بتجدد بافكاري، بتجدد بطريقه انه بجرب اتجنب اي تكرار. وبيساعدني الفنان، بتساعدني اغنيته يعني بمعظم الاحيان، واذا ما ساعدتني يعني بنجرب سوا انه نطلع بشيء حلو. شو رسالة بتحبي توجهيها لكل امراه بتفكر تفوت على دوام الاخراج؟ مش بس اللي بتفوت على دوام الاخراج، كل امراه بتحس انه معقول في عواقب لاحلامها. ما في عواقب، انت مخلوق ذكي مثلك مثل الرجل. انت وقتها بذكائك عم تحقق احلامك، مش عم تتعدي على مطرح الرجل، لانه مكانته موجوده بالمجتمع ومكانتك محفوظه وناطرتك. سو ما تتراجعي عن احلامك والحقيهم للاخير.